بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني، اليوم معكم أحمد من دونت حول العالم. اليوم في شرح جديد حول كيفية تحميل وتثبيت إيتورنت الإصدار الأخير. أول نذهب إلى الرابط هنا، سأتركه لكم أسفل المدونة، ونضغط على جت إيتورنت برو. يعني هذا البرو كما يقول بعض الناس هو يعني ليس مجاني. الإيتورنت برو ليس مجاني، نحن سنقوم بتحميل إيتورنت بت فقط. كما ترون هذا البرو يعني بالنقود هذه الخاصة فيه، والفري كما ترون انه يعني مجانا. نضغط على فري داونلود، ثم سيقوم بالتحميل يعني عادي. كما ترون انا يعني حملت البرنامج مسبقا، لهذا لا احتاجه. المهم، بعد هذا اخواني ياتيكم هكذا البرنامج. نضغط يعني تثبيت عادي، run as administrator، yes. ننتظر بعض الوقت. نضغط كما ترون هنا build هذه النسخة المجانية. نضغط على next. next I agree. Get start menu create desktop. المهم نضغط على next. add except for torrent windows start. انا هنا يعني start torrent when windows start up، هذه يعني عند اشتغال الويندوز يشتغل torrent نحتاجه. ثم نضغط على next. yes I'd love to check يعني next. هنا لمن يريد يعني تثبيت سكايب، انا لا اريد. I don't accept. finished. كما ترون يعني هو خفيف جدا سهل. كما ترون هذا هو البرنامج. بعد اشتغال البرنامج يعني سيبدأ بالتحميل تجريبي، يعني تلقائيا سيبدأ بالتحميل على ما أظن. لست متأكد. على ما أظن سيبدأ بالتحميل تلقائيا. كما ترون كما قلت لكم بدأ بالتحميل. سأريكم يعني بعض الخصائص. نضغط بزر الأيمن فارم هنا pause stop يعني pause، ثم إظهار الاستكمال تضغط على start. stop لإيقاف. delete remove هنا remove تنزع فقط هذا التحميل. remove and يعني نزغ الإيتورنت run data يعني التي حملها معه. هذه تغيير لغة يعني سهل جدا. اضغط ريجلاج هنا لانجويج، تختار مثلا عربيك، ثم تضغط ابليكي. انت ريستارت ايتورنت اوكي، ثم تعيد يعني تشغيل ايتورنت كما ترون. سنعيد تشغيله، سنجدون الايتورنت يعني تعرب معنا، يعني هو يعني مجانا لا يحتاج الى تفعيل او شيء من هذا القبيل. مهم ننتظر بعض الشيء اللي كما ترون يعني اخواني بعد اعادة التشغيل اصبح بالعربية مساعدة خيارات، يعني كما ترون تغير. من الاحسن يعني اعادة التشغيل تشغيل الكمبيوتر كاملا. المهم، اتمنى ان يكون هذا الشرح قد اعجبكم، يعني ساضع لكم رابط تحميل اسفل الفيديو الايتورنت. اتمنى ان يكون يعني هذا الشرح قد نال اعجابكم، واذا اعجبكم لايك للفيديو يعني وديرولنا سبسكرايب للقناة مزيد من الفيديوهات. المهم، الى اللقاء ودمتم ان شاء الله.